نتكلم على نقطة تانية، وهي فكرة إرسال غواصين من سلاح المهندسين القوات المسلحة قبل فترة وجيزة من إعلان الحرب. الحرب دور الغواصين في تسهيل العبور لخطر بشرية صحيح. نزلت غلقت أو قفلت منافذ النابالم. بصي قناة السويس ما كانت فيها برضو مصيبة تانية، يعني الموضوع مش سهل طبعا. القناة السويس كمان مائي سهل العبور، ولكن مع وجود قوات جويه وضرب ومدفعيه واسقاطات وحاجات زي كده هتصعب عليك الحركه لكن دي شغاله. لكن فكره ان انا بقى اشعل القناه الميه دي تبقى لهب ودرجه حراره 400 درجه مئويه وارتفاع اللهب 20 متر في فتره هياخد ساعه او ساعتين ومفروض تنخمد هذه النيران وتبطل فعاليتها، لكن لاستدامه هذا الموضوع تم امداد هذه الفتحات بتاعه النبال بترول، مواد بتروليه عشان يستمر اشتعال هذه الحرائق لفترات طويله تعوق فكره الانتقال من او فكره حركه القوات من غرب القناة شرق القناه. فكانت هنا العناصر الضفادع البشريه من القوات البحريه والعناصر الهندسيه اللي معاها قدروا من الصاعقه طبعا نزلوا تحت وفعلا قدروا يغلقوا هذه الفتحات في الليله السابقه للهجوم. يعني النهارده يوم 5 اكتوبر بالليل فجر 5 اكتوبر سبحوا في المياه وغاصوا كضفادع بشريه وهجوم على الفتحات كلها تم غلقها بالكامل والتاكيد على تمام غلقها وما فيش ولا واحده تتفتح، لان لو واحده بس اتفتحت كانت تتم مشكله وده قفلها. كان عايز اقول على جزء هنا يمكن كان من الصعوبه بمكان ما حدش خد باله منه، طبيعه التربه بتاعت الساتر نفسه كانت حاجه صعبه. يعني الجزء بتاع الاتجاه للجيش الثاني كان سهل، خد 6 ساعات الفتحات اللي تمت فيه خدت 6 ساعات. انما المشكله كانت في اتجاه الجيش الثالث، كانت طفله معينه فما كانش الرمل يعني كنت عارف الضرب البشبوري في الساتر الترابي ما يعملش الفتحه المرصوده، فكان لازم يحصل عمل تفجير يمكن تاخر شويه عمليه الاقتحام في اتجاه نطاق الجيش الثالث وعمل مشاكل في الكباري. وبعدها تلا ذلك الاستشهاد الشهيد احمد حمدي على كوبري الشط اللي في المنطقه دي بتاعت الجيش الثالث، اللي يعتبر اقرب شو او اقرب كوبري تم تنفيذه في اتجاه من اتجاه السويس يعني على قناة السويس. فاللي عايز اقوله لحضرتك دي برضو ايضا ملحمة بطولية يجب اشارة اليها والتنويع عنها، لان انا مش طبيعة التربة بتاعت الساتر كانت مشكلة. في جزئيتين انا عايز اتكلم عنهم تاني، المناورة بالموانع وفتح الثغرات، ودي اعمال هندسية بحتة. ففتح الثغرات ممكن اي حد العناصر المدربة على عمل المهندسين العسكريين المنضمة للتشكيلات بتنفذ جزء منها، ولكن الفعل الرئيسي في فتح الثغرات مفارز الموانع المتحركة بمسماها ده اللي هي بتدافع امام القوات وتعمل فتح في حقول الالغام باستخدام توربيد البنجرور باستخدام وسائل كثيره جدا تطورت هذا الكلام واصبح بصواريخ معينه زي الفتح 1 2 و3. المهم عايز اقول لحضرتك ان دي فتح الثغرات كان ملحمه ايضا نفذت، ولكن بالامكانيات المحدوده اللي كانت موجوده عندها عشان يفتح الثغره انا خلاص قضيت على الساتر الترابي. عايز اكمل بقى في اتجاه القوات عشان القناه، فكان بتقابلني موانع من الالغام وفتح الثغرات فيها دي عشان احدد هذا الحجم والالغام مخفاه كيفيه فتح عشان ما تتورطش فيها القوات. افتح الثغره ازاي والدليل يمشي ازاي اوجه القوات ازاي والحركه تمشي ازاي عشان يقدروا يقتحموا. طب عمق الحقل ده قد ايه؟ من عناصر الاستطلاع الهندسي اللي اندفعت خلف الخطوط مع الاستطلاع العام قدرت تحدد لي اماكن الايه؟ الحقول دي ما كانت بتفتح وتفتش وتجس والمجسات. المهم تقدر تكتشف هذا الكلام. طب دي جزء. الجزء الثاني المهم ازاي امن القوات ما انا طلعت خلاص في اجناب للقوات مكشوفه في اجناب، انا حققت مكسب خط مكتسب حققته وصلت لمرحله معينه لخط معين. طب هذه الاجناب بتاعت القوات اللي موجوده انا 8 فرق عدوا في فتره بسيطه جدا، ده 5 فرق اسف بحوالي 80,000 مقاتل في فتره وجيزه جدا في نهايه اليوم. فانا عايز اقول إيه عندي هذا الحجم من القوات جوه هيهاجم ويقتحم، طب في موانع لازم امن اجناب هذه القوات كل ما تطلع خط لا مش ما حدش يحصل لها التفاف وتطويق من الجناب، يبقى في عندي ايه عناصر تقدر تامن برصاص حقول الغام على الاجناب. دي مفارز الموانع المتحركه وكيفيه اسلوبه واسلوب عملها وكيفيه تنفيذها لخطوط او تامين الدفع. انا حتى لما بعد الحرب بقى واثناء الحرب بطور الهجوم وانا اثناء التطوير نفسه هذه العناصر بتدفع او بتساهم في هذا الموضوع.